أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر فكرة تجسد الله أكبر عائق عند المسلمين في قبول بشارة السيد المسيح، ويعتبرونها إهانة للذات الإلهية، فالتجسد لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو منزه عن مجانسة أو مشابهة مخلوقاته. فالإسلام يرفض فكرة تجسد الله بأي حال من الأحوال. وبصراحة أنا ما أعرف أي سبب يمنع الله من التجسد في صورة إنسان إلا فكرة المسلمين أنفسهم في رفض التجسد. فإذا كانت الملائكة والشياطين وبحسب المفهوم الإسلامي تقدر تتجسد وتتعامل مع الناس بصورة بشر، فكيف الله نفسه ما يقدر؟ فنشوف المسيحية متصالحة مع الحقيقة وعارف قوة الله ومحبته الغير محدودة، فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أما أخواننا المسلمين فيرفضون بشدة فكرة التجسد، فالله غير محدود ولا يليق فيه التشبه بمخلوقاته، علما أن القرآن والسنة فيهم الكثير من الأدلة الواضحة والدامغة على تجسد الله وتشبهه بالبشر. فالقرآن يذكر إن لله صوت بشري تكلم به مع موسى، فالآية تقول وكلم موسى تكليما، بل ناداه من جانب الطور الأيمن، والنداء هنا يعني الصوت العالي المرتفع. وبنفس الصوت الله نادى آدم في الجنة وتكلم معاه، فهل الله هنا ما تشبه بمخلوقاته؟ طيب، كلم الله موسى بصوت بشري ودار بينهم حوار، وكان الله موجود في نفس المكان والزمان مع موسى، والدليل كلام الله له إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني وجود الله في المكان قدسه. فهل كان الله موجود ومحدود في مكان تواجده مع موسى بس، وباقي الكون ما كان له إله ولا رب؟ طيب، تذكر قصة الإسراء والمعراج، إن النبي كان يروح ويجي بين الله وموسى رايح جاي، فهل هذا يعني إن الله كان محدود في مكان معين بس؟ وهل هذا يتناقض مع طبيعة الله وقدراته؟ طبعا لا، فالله قادر على كل شيء سبحانه، كما يذكر القرآن إن لله ساق يكشف عنها يوم القيامة، فالآية تقول ويوم يكشف عن الساق، ويوم يكشف عن الساق. وفي حديث عن أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي يقول يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. ويذكر القرآن والأحاديث الصحيحة إن لله وجه ينظر له أهل الجنة عيانا بيانا كوضوح الشمس، وجه الله الباقي بعد زوال كل الأشياء، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهم نشوف إن لله يد يمنى وأصابع يقبض الله بها الأرض، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فالجبل دك وذاب في الأرض وخر موسى صعقا عندما تجلى من الله جزء صغير بمقدار خنصر، مثل ما تذكر لنا جميع الأحاديث والتفاسير الصحيحة. ونفهم بعد من بعض الآيات إن لله عرش، فتقول الآية ثم استوى على العرش، وفي ثانية تقول الرحمن على العرش استوى، ويوصف العرش بأن له قوائم وأعمدة، يستند النبي موسى على واحد منها يوم القيامة بعد صعق الناس. وأكيد كلنا نعرف إن لله كرسي، فهو موطأ قدميه، مثل ما يؤكد كل المفسرين، مكان الكرسي فوق السماء وتحت العرش. وتقدرون ترجعون للتفاسير
وبحثوا عن الآية اللي تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا حابين تتأكدون من كلامي. فهل هذا يعني إن استواء الله على العرش يحد الله في مكان وجوده بس، أو هل لله جسد عشان يجلس على كرسي؟ وعلى فكرة ترى مش بس الصفات البشرية أو الجسدية وحدها اللي تشبه فيها في القرآن، اللي تشبه الله فيها في القرآن، لكن هم ينسب لله مشاعر إنسانية مثل الغضب والكره والبغض. فالقرآن يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن الله لا يحب الفرحين ولا يحب المستكبرين، وإن الله يحب الصابرين والمحسنين والمقسطين. ونشوف إن لله أسلوب وسلوك بشري، يضحك ويتفاخر ويتباهى ويمكر وينتقم ويكيد ويعادي. وبعد كل ذا الكلام نقول إن الله لا يتجسد، ونكفر أي إنسان يقبل بفكرة التجسد، ونبيح دمه وماله وعرضه. فإذا كان الله عندنا له صوت ووجه ويد وأصابع ورأس ومشاعر وساق وكرسي، أجل شو اللي باقي؟ يكره ويحقد ويمكر وينتقم، وكل هذا عادي وما فيه أي مشكلة. أما يتجسد ويحب ويخلص ويفدي، فهذا مرفوض وكفر وصفات لا تليق بالله سبحانه. أعزائي المشاهدين، لا يقلل من قدسية الله أن يتجسد، لا ينقص من كماله أن يكون على صورتنا ومثالنا، لا يؤثر في قداسته أن يعيش بيننا، لكن لا يليق بالله أن يكون غدار، مكار، منتقم، جبار، متجبر. لا يليق بالله أن يكون ظالم أو طلاب دم. لا يليق بالله أن يغصب الناس عليه وهو العزيز. أرجوكم حاولوا تعرفون ربكم زين وتأكدوا منه، ترى احتمال وارد جدا تكتشفون أن التجسد أرحم بكثير من صفات ما تعرفونها عن إلهكم. وفي ختام كلامنا الودي، أتمنى لكم أسبوع جميل وموفق، وفرصة جديدة تتعرفون فيها على السيد المسيح. وفي أمان الله، والله يرعاكم. شكراً.